لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة زهر الصحراء. اليوم سنقدم لكم الكرعين على الطريقة التقليدية اللي هو اللي هي الهرقمة. كيف ما شفتوا ما شاء الله هذا الصحن كيفاش رائع وشكل، وان شاء الله حتى الذوق الى جربتوا هذه الطريقة ذوق ومذاق ان شاء الله يعجبكم. واذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس، وشكرا لكم على المشاهده وشكرا لكم على التعليقات الزوينه نتاعكم على الفيديو اللي من قبل. ونتمنى يا رب ما نكونش طولت عليكم ونخليكم مع طريقه التحضير. لتحضير الكرعين كنحتاجوا واحد الكيلو ديال الكرعين او جوج كيلو على حسب نتوما اللي بغيتوا تاع العجل. عندنا 200 غرام ديال الحمص بعد ما فزكته وبات مرقد، القمح كذلك 200 غرام. عندنا 3 حبات من الفصل يكونوا متوسطين الحجم متوسط نشلضوهم كيف ما شفتوا، وفصوص الثوم 5 و 6 على حسب حتى هما كيف ما شفتوا هما قطعتهم. كاس الا ربع من الزيت المائده. عندنا ملعقه صغيره من الملح، نص ملعقه من الفلفل الاسود، ملعقه من الكركم، ملعقه من الزنجبيل، ملعقه من الفلفل الاحمر الحلو. وعلى بركه الله دابا انا غنغسل الكرعين كيف ما شفتوهم، غنقطعهم مثلا هادو غنقطعهم بحال هكا. شوف كيف نغسلتهم مزيان ونظفتهم، نقطعوهم تقريبا على كل قطعتين، وهذا قطعة واحدة باش يدخل لهم طير. وغنبدا على بركة الله بسم الله نحطو في الطنجرة، نحطو الكرعين ديالنا حطة عشوائية كيف ما شفتو ما شاء الله كيفاش نضاف كيبان يلمعو. غنحطو العطرية ديالتنا كلها بحال ما هاكا نخلطوها، نضيفوها مباشرة على الكرعين. نضيف كأس من الزيت، نضيف الثوم، نضيف البصل. دابا غنخلي الكل البصلة مع الثومة والعطرية، غنخلي هاد الكرعين ديالنا تشحر وتشربوا مزيان العطرية، ونخليهم واحد 15 دقيقة يطيبوا على نار هادية. من بعد غادي نضيف الحمص والقمح اللي مرطبينه من الليل، وان شاء الله نكمل معكم. هانتوما خواتاتي كيف ما شفتوا ربع ساعة تقريبا شربوا لينا العطرية، وهانتوما هامايا تقريبا كيبان لكم بحال دخلهم طيال. والكرعين كيختلفوا على بعضياتهم، كاين اللي حتى كيخلي الكرعين ياخذوا شويه وقت يطيبوا عاد كنرميو الحمص والقمح المرطب مفسخ. دابا انا غادي نضيف الحمص، انا بانوا ليا يلا غادي يجيو مقادين في الطياب، نضيف عليه القمح، من بعد نضيف الماء المغلي نكبوه على جنب دائما، وسر الطياب تاع الكرعين تاعنا دائما نخليهم على نار مهيله وياخذوا الوقت ديالهم ويطيبوا، الماء يكون مغلي ملي كنضيفوه. وغادي نزيد شويه الماء بالي المقلي، نسد الماء ونخليهم ياخذوا الوقت ديالهم يطيبوا. وهادو على حسب الكرعين كيختلفوا، كاين اللي كيطيبوا مزيان بزاف كاين اللي كياخذوا وقت. نخليهم على نار مهيله، النار هي اللي كتنقصوها هي اللي كتخليهم يطيبوا مزيان. منعليوش عليهم وانا غنسد عليهم ونتمنى ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شوف كيفاش تبارك الله طابوا وشربوا تقريبا ساعة الا ربع، سمحوا لي على البخار، طابوا على نار مهيلة كيفاش مهيلة. دابا في الاخير غادي نضيف شوية قزبر المعدنوس باش يعطينا شوية اللون الأخضر، قليل من زيت الزيتون ربع كأس يعني اختياري إذا حبيتو، إذا ما حبيتوش ماشي مشكل، الزيت اللي درناه في الأول راه كافية. خلي واحد خمسة دقائق، خمس دقائق وان شاء الله غنوريكم الشكل النهائي في الصحن التقديم. هانتوا شفتوا ما شاء الله كيبان العظم، حتى القمح والحمص طابلين حتى هو ما شاء الله. انت
نتمنى يا ربي هذا الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس. نمشو نوريكم الحمص هانتوما، نمشو راه طايب بحال الزبدة. إوا الكرعين تاعنا أو الهرقمة حتى هي طايبة كيفما شفتو.